السيسي يؤكد تمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين. اليوم اجتماع للمجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير لحسم وثيقة الإعلان الدستوري. وكالة بلومبرغ تكشف عن عقوبات أمريكية محتملة على تركيا بسبب صفقة الأس 400. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرانيتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من دعم المؤسسات الوطنية للدول، وخلال زيارته لكلية الحربية شدد الرئيس على دعم مصر للجيش الوطني الليبي في مواجهة الأهداف ومحاربة التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار وتفعيل إرادة الشعب الليبي. من ناحية أخرى أكد السيسي تمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات والمقررات الدولية وحل الدولتين. هذا وتابع الرئيس خلال زيارته لكلية الحربية برامج التدريب اليومية للطلبة لرفع كفاءتهم البدنية وكذلك الإعداد المهاري لهم. يعقد المجلس العسكري الانتقالي ووفد قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا اليوم بحسب ما أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، حيث أوضح أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأمس تم تأجيله لليوم بطلب من قوى الحرية والتغيير لإجراء المزيد من المشاورات. ويناقش الاجتماع حسم وثيقة الإعلان الدستوري وفقا لما حددته الوساطة الأفريقية. كشفت مصادر يمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة أنها ستجتمع اليوم برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لولوسغارد رئيس بعثة المراقبين الأمميين بعد تجمد الاجتماعات منذ نحو شهرين. وقالت المصادر إن اللجنة ستعقد اجتماعا ثلاثيا مشتركا على متن سفينة أممية في عرض البحر الأحمر يستأجرها برنامج الغذاء العالمي ترسو قبالة ميناء الحديدة لمناقشة خطة إعادة الانتشار في المدينة والمواني الثلاثة. قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الإدارة الأمريكية قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب صواريخ إس 400 الروسية. وفي تقرير لها أشارت الوكالة إلى أن واشنطن قد لا تكتفي بإخراج تركيا من برنامج تصنيع طائرة الاف 35، بل يمكن أن تفرض عليها عقوبات أخرى منها فرض قيود على الاستثمارات في السندات الأمريكية وتقييد وصول الشركات التركية إلى القطاع المالي الأمريكي ومطالبة المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأمريكية برفض تقديم القروض للمؤسسات التركية. توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى نيويورك لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن ظريف سيحضر اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، ثم يتوجه إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله سالمين.